ناخد التليفون ونكمل. أم حمزة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا مدام لمياء؟ الحمد لله بخير، أهلا بيكي. انا بحب حضرتك جدا والله، ربنا يخليك يا رب، شيخ نورتيني. رمضان ده يعني بستناه بفروغ الصبر والله، بصراحة مغير حياتنا كلنا يعني. الله يبارك اللهم له ويديله الصحة، آمين يا رب، يزيده نجاحا كده يا رب، ويزقه علم ليس بعده جاهل، آمين يكثر يا رب، كده يسيبنا طول العمر. يا رب يا امين رب يا رب، بيكي. آمين يا يا رب، رب، اللهم امين. يعني صدقني بصراحة اني كلمتكم والله، كل سنة وحضرتك طيبين وانتي بألف خير يا رب. وارزقكم كده شفاعة سيدنا النبي يوم العرض عليه. آمين يا رب، امين آمين يا امين رب، يا رب آمين. العالمين. زيدك حب كده رسول الله كمان، يعني بصراحة مش ربنا مصدق. يرضيك، آمين يا رب، الله يخليه، يولنا بالدعوة دي على طول. آمين يا رب. اتفضلي يا أنا أم حمد. حضرتك يعني مثلا أنا يعني والله بصراحة أسئلة كتيرة، بس يعني عشان الوقت. أنا يعني جوزي مسرف بصراحة، هو مسرف بحنية، مش مسرف إن هو بهبل يعني ولا كده، لأ. وإيه، بحب إخواته، بحب جه وبيسرق يعني، يجي من سفر وتلاقيه مديلهم يعني، بيجيب هدايا، بيجيب حاجات كتير بصراحة. مش إن أنا رافضة والله، لأ، بس بقول له الحياة بقت عاملة يعني، ألم إيدك شوية، لأ مش عارفة إيه كده، افتكر إن أنا بأثر عليهم. أنا والله لأ، يعني أنا عايزاه برضو إيه، زي ما حضرتك فاهم احنا عندنا اولاد والدنيا بقت صعبه وكده، فالحنيه ما بتطلبش، ببقى فرحانه ان هو طول ما هو حنين عليهم هيفضل حنين عليا، ما بتنسبش طول العمر هو اولادي. بس يعني انا بقول له ايه كل ما كده، يقول لي ما تجيش عم تتدخلش من اخواتي، مش عارفه ايه وكلام بيسلم او كده. امسك وانا لو حوشت مثلا حاجه من وراه ولا لميت على كده عشان خاطر ولادي يعني وكده، هو مقصر معاكي، لا بيديك اللي انت عايزاه وولادك اللي مقصر هم عايزين. كمان. طيب كملي. اكتر كمان يعني، اكتر من ما تتخيله كمان. انا كنت شغاله مثلا وكده وحصل مشاكل وكده، قال لي عدي وانا اديكي اللي انت كنت بتاخديه، اداني بصراحه ما طب قصرش. يعني ما شاء الله عليه، ربنا يا رب يخليهولك. يا ربنا يعني يخليه الراجل والله، كويس والله معاكي، ليه تاخدي بقى من خالص وراه؟ خالص، مش من وراه، مش من وراه، مش هاخد من وراه، انا احوش من وراه يعني، مش هاخد حاجه مثلا اصرفها هنا ولا لا، ايوه، ما هو بجوارب. تحوشي من يعني ما انت هتحوشي، هتاخدي الفلوس تحوشيها. هو مثلا او مديني مثلا مصروف البيت كذا 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 كذا، انا اصرف كذا واعمل كذا، ودمت على جنب مثلا للزمن، احطهم في دفتر، احطهم في اي حاجه، ده حرام مثلا من وراه، او اجيب انا مثلا يعني الذهب بقى مثلا واجيبه وعينه برضه. طبعا الطلبه يبقى عينيا قبل قلبي كده، ان انا اديهم له الفلوس، مش هقول له لا. او ما احوش مبلغ مثلا اقول له انا حوشت كذا، انا بعمل كده، ما بحوش مبلغ مثلا واجمده اقول له انا معايا كذا، تمام. ده حرام بقى ان انا اعمل كده مثلا من وراه ولا كده. هو طيب وحنين مش بخيل وكل الصفات الدنيا الحلوه فيه، ما شاء وعايزه الله. يعني الشيخ رمضان يدعي له غربته والله يعني على طول. حاضر حاضر، عندك أي سؤال تاني؟ طيب هي مش معانا، رأي حضرتك ايه يا فضيلة الشيخ؟ ربنا يبارك فيك يا أم حمزة، ويبارك في جوزك، ويبارك في ولادك، ويجبر بخاطرك ويرضيك دايما. ربنا يبارك في جوزك، بس هو بتشير إلى نقطة الإسراف. إحنا ديننا أصلاً نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير. ربنا سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ربنا قال إنه لا يحب المسرفين. والآية الثانية: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إيه الفرق بين الإسراف والتبذير؟ التبذير أي جنيه واحد أنفقه في معصية الله يسمى تبذير. يبقى لو جنيه واحد في معصية اسمه تبذير، ولذلك ربنا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ما قالش إن المسرفين. أمال الإسراف تجاوز الحد في الحلال. إنفاق حلال بتجاوز فيه الحد، لأنه ربنا قال لي كل واشرب بلا إسراف، كل واشرب ولا تطغوا. وربنا قال لي حتى في الإنفاق: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فأنا معاها إن هو الأمر يكون بالاعتدال وبالتوازن وبالوسطية. ما هو ممكن يكون، ما هو من وجهة نظرها هي، لكن يعني قد ممكن يكون يكون قد بيجيب يكون لاخواته اللي هو شايف ان هم يستحقوه، انه عايز يجيب لهم الحاجه دي، ممكن يبقى من وجهه نظرها ده كتير. ممكن يكون من وجهة نظرها، وممكن يكون واقعيا كتير، ممكن يكون واقعيا في إسراف، قد يكون. فاحنا بنتكلم في العموميات، بلاش إسراف حتى في طاعة الله عز وجل. النقطة التانية اللي بتاخده من ورا جوزها، إن كان هو بيفيض معاها، يعني هو بيدي لها واضح مصروف البيت مرتب شهري
لما قعدت وبيديلها مصروف للبيت وهو مسافر، فربما الامور بتبقى ماشيه ببساطه فبيفيض فلوس لو حوشتها، ده مش بتاخد من ورا، ده اللي بيفيض منها وبيفيض من بيتها وبيفيض من راتبها، بتجمعه بتعمله في دفتر توفير، بتحطه في بنك، بتشيله معاها ما تحتاج اولادها او بيتها او جوزها تديلهم، لا حرج في هذا، وكثير من الناس بيعملوا كده، وده ست بتدبر امر بيتها. بس تقوله ولا ما تقولوش؟ ما طيب هي النقطه هنا، النقطه هي تقيس الامور، الافضل انها تقول. يعني انا بحب دايما الوضوح، اصل ما دام الراجل كويس معاها ومش مخليها عايزه حاجه ومش بخيل عليها فمفيش مشكله ان هي تقوله. انا معاكي، لو قالت مفيش اي مشكله وده افضل. طب لو الموضوع هو اصلا مش في بال الزوج ومش في مش في دماغه خالص، وهي عملت هذا الامر ولما احتاج حاجه قالت له اتفضل ده كان بيفيض مني وشيء، وهي فاهمه شخصيه جوزها، لا حرج ولا مانع. انما احنا بنمنع ايه؟ انها تاخد من غير اذن. يعني هو ادالها مصروف في البيت وفي فلوس في جيب مش المتصله، انا بتكلم عموما. لا تاخذ من ماله دون علمه الا في حاله واحده، اذا كان لا يعطيها ما يكفيها واولادها، بخيل بعيد عنا وعنك. زي ما قالت كده السيده هند لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، وروايه البخاري ان ابا سفيان رجل مسيك، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم. فسيدنا النبي قال لها كده، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني على قد ما تحتاجين دون زياده. تمام.